أبو عمر ولد في جدة في 77 ميلادي. تتذكر جدة في الزمان هذا؟ طبعا يعني أكيد، بس ممكن في البدايات أنت عارف يعني كنا نتنقل من مكان لمكان. أنا ولدت في منطقة في أو حي في جدة، وبعدها تنقلنا لحي اسمه البغدادية. نعم، كنت جار لنادي الاتحاد على فكرة. كان يعني نادي الاتحاد. سبقتني في ال فكن يعني أكيد طبعا تفتكر أشياء، لكن أول جدة ما كانت يعني بالحجم الكبير اللي الآن عليه، كانت جدة صغيرة بالفعل. يعني بساطة العيشة كانت جميلة في جدة في ذاك الوقت. أكيد طبعا، أول كان بالذات في الأحياء أو إحنا نسميها الحواري في جدة، كانت البيوت مفتوحة على بعض بشكل أو بآخر، وتلاقي الناس بسيطة يعني في سؤالهم، معرفة الناس ببعض، سؤالهم عن بعض، فكانت الحياة جدا بسيطة ما اختلفت مع اختلاف الوقت. أكيد بدون أدنى شك. نتحدث عن الأسرة قليلا. يعني أنا أعرف أنه لديك أخ أكبر اسمه خالد وثلاث أخوات. صح، الله يحفظهم. ترتيبك الرابع. الرابع فينا. تذكر أيام الطفولة ما بينكم بين بعض؟ والله شوف، أنا للأسف أنا من الناس اللي عشت طفولتي لحالي، يعني يعتبر لحالي بحكم الفرق، يمكن يعني أخويا خالد يمكن أكبر مني يعني في سنوات تقريبا 7 أو 8 سنوات أو أكثر، فتعرف في العمر في وإحنا صغار أكيد في فرق كبير بيكون في السنوات هذه، فبالفعل عشت الطفولة الحالية يعني. وبنات مهما يكون الميول مختلفة، أنا ميولي مختلفة، أنا أحب ألعب حركية أكثر شيء، كلنا كنا نلعب ألعاب حركية بحكم إنه ما كان في أصلا تقنية. صحيح. لكن أنا أحب الكورة يعني بشكل يعني كانت معايا طول الوقت، كرة ما تفارقني حتى وانا اتفرج التلفزيون.